السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال. فيديو النهارده هيكون فيديو حلو جدا لسيده اجنبيه. هنشوف كده سر تفوقها وتالقها في بيتها. هي بتحب النظافه بطريقه بصوا كده مبتكره. هتشوفوا كل تنظيمها وترتيبها الجميل المبهج اللي كده يخليكي كده عندك اطلال انك انت تروحي على حاجاتك على طول تعمليها. هنشوف النهارده فيديو النهارده هيكون فيه افكار وفيه حاجات جميله جدا جدا كلنا هنستفاد منها ولو بمعلومة بسيطة. قبل ما نكمل الفيديو متنسوش تحطوا لايكات كتيرة للفيديو لو انت اول مرة بتشوف القناة عندي. يسعدني وجودك طبعا معايا غالية، تشتركي في القناة وتفعلي زرار الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد مني. عايزة اقول لكم كمان بشكركم من كل قلبي على كل حد سأل عليا امبارح عشان ما كنتش نزلت فيديو. بشكركم من كل قلبي يا اغلى واحلى اخوات عندي في الدنيا، بجد بحبكم كتير كتير لان انتوا تستاهلوا مني كل خير. لان انتوا بجد ناس محترمة جدا، وعلى قد محبتكم ليا على قد محبتي ليكم كمان. يعلم ربنا انا بحبكم قد ايه. وبجد بجد اليوم اللي انا ما بنزلش فيه فيديو ومش بلاقي فيه كومنتات او مش بلاقي حبايبي واخواتي وناس الحلوين معايا ببقى بجد زعلانة جدا. بشكركم كمان لما قلتلكوا على البنوتة او السيدة اللي كانت قالتلي ما ترغيش كتير وحطي موسيقى، وانتوا قلتولي لا بالعكس احنا بنحب صوتك وبنحب ان احنا ناخد منك افكار كتيرة. بحبكم كتير يا احلى واغلى اخوات في الدنيا. بصوا بقى هنا كانت بتنظم التلاجة بتاعتها، ده مشتريات الشهر بتاعها. فطبعا قبل ما بتحط الحاجة بتاعتها في التلاجة بتفرس كده التلاجة زي ما انتوا شفتوا، من بقى لو في حاجة قديمة عندها بتشيلها، ولو في حاجة يعني صحيحة هتنفع طبعا بتطلعها وبتحط طبعا الحاجات الجديدة اللي فوق، وبعد كده لو في قديم بتحط فوق منه وهكذا زي ما انتوا شفتوا. ده تنظيمها وترتيبها للتلاجة بتاعتها. ما شاء الله هي تلاجتها كبيرة. طبعا احنا كلنا عارفين السيدات الاجانب ثقافتهم مختلفة شوية عن يعني عن مثلا بقية الأماكن التانية. بالنسبة مثلا ممكن يكون عندهم حاجات مثلا احنا هنا ممكن تكون غالية جدا، ولكن عندهم الأسعار بتختلف تماما عن عندنا. فمن قصدي فاحنا نقدر ان احنا نعمل زيهم، مش بالظبط، ولكن على قد ايدينا احنا او على قد مقدريتنا احنا بحاجات بسيطة. بصوا بقى المناديل كمان لما حطيتها في المطبخ علشان خطر المناديل ما تبقاش ايه خارجة كده او طالع منها كده شكل، فحلوة قوي. ضغطتها بالمية، عملتها زي نظام مثلث وضغطتها كده بالحنفية بتاعة المية بحاجة بسيطة عشان المناديل بس تمسك في بعضها. بعد كده بقى زي ما انتوا شايفين كانت بتنظم المطبخ بتاعها، ده المكان بتاع الكوفي او ركن. بصوا بقى هي هنا كانت نظمته، هنا انا جايبه لكم ليها فكرتين كانت نظمت فيهم. كانت جابت الاستاند ده كده وحطت المجات بتاعتها اللي هي الاستخدام اليومي بتاعها اللي هي بتستخدمه. تقدر انت كمان تعملي حاجه زي كده، مش مفيش عندك او مش موجود الاستاند ده، تقدري تعملي اي فكره او اي حاجه عندك في قلب البيت انك انت تحطيها في ركن كده وتعملي ركن للكوفي كورن. فيعني بصوا بقى للتكلفة بأي حاجة انت حباها، فاهمة قصدي؟ مش شرط انك انت بقى تكلفي نفسك وكده علشان تعمل. هنا بقى بما ان هي بتنظم المطبخ فزي ما انتوا شايفين العلب بتاعة التوابل، وطبعا العلب دي بتاعة ايكيا وهي صحية زي ما انتوا شفتوا. اخدتها غسلتها بمية سخنة وبعد كده سابتها طبعا تتصفى خالص، وابتدت ان هي تعبي فيها التوابل بتاعتها. طبعا بعد ما كانت بتخلص كل حاجة بتنظم كده التنظيف من ورا منها علشان الدنيا تكون منظمة. هنا بقى ده المكان بتاع الكوفي التاني، وهنا المكان ده بيكون فيه الركن اللي هو بتاع القهوة، مشروبات القهوة. هنا حطت النكهات بتاعة القهوة زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بقى حطت باقي المشروبات وحطت كمان الفناجين طبعا اللي هي طبعا عشان شم النسيم وكده. فزي ما انتوا شايفين يعني بيغيروا بيحطوا عشان هو العيد بتاعهم وكده، فبيغيروا بيحطوا الحاجات اللي انتوا شايفينها بالشكل ده، ولكن
تقدري تاخدي مثلا اي فكرة ديكور ولو ديكور حاجات بسيطة. هنيجي هنا بقى لتحت الحوض، عندها جابت المنظم اللي هو تحت الحوض دوت، في منه السلستين او الستيل، وفي منه اللي هو الاكليريك العادي. جابت المنظمات دي وحطتها فيها، حطت بقى الفوط وحطت كل حاجة مخصصة للمطبخ، للمواعين يعني وكده، وحطيتهم من تحت الحوض. طبعا احنا كلنا عندنا الدرفة دي. هنا بقى كانت بتنظف المايكروويف، وكانت جايبة ده منظف للمايكروويف، هي بتخففه كده بشوية من الخل وشوية من المية، وبترشه كده في المايكروويف، وبعد كده بتنظفه بيكون معاها زي الفل. طب افرضي ان انت مفيش عندك المنظف ده وعندك المايكروويف وعايزة تنظفيه كده، عايزه اقولك انت ممكن تشغلي المايكروويف، يعني مثلا لو انت بتشغليه على اكله مثلا خلاص، وبعدين تقومي جايبه حبه ميه فيهم حبه خل وليمون او ليمونه بس يكون المايكروويف كان سخن من قبل كده، وتمشيها في المايكروويف وتسيبيها بس 5، يعني ليمون بقى. عايزه اقول لكم ان الليمون ده يا جماعه حاجه كده وهم، وحياه ربنا بيخليلك الدنيا زي الفل. طبعا هنا العصائر بتاعتها واللبن وكمان المشروبات بتاعتهم، بتحطها كده في قلب الازايز كده وبتحطها في التلاجة علشان المشروبات او اللبن او العصائر تكون جاهزة معاها. هنا بقى فكرة تانية للصابون، بتعمل البرسيل، سوري، بتعمل من البرسيل بصوا زي نظام قالب كده، بحيث لما هي بتيجي تغسل مثلا الغسيل الابيض يكون مظبوط معاها. طبعا ده في قلب سيليكون، تقوم حطاها كده القلب كده، بحيث ان ايه، ان البرسيل كله او المسحوق كله يكون بصوا في الهدوم ما شاء الله لونها ابيض زي الفل. بسبب كده ان لما بتيجي تحط البرسيل بتحط في نص الهدوم كده، مش بقى فاهمين قصدي، مش بيتبهدل في الغسالة هنا وهنا بس، فبيطلع الغسيل زي الفل. يعني هنيجي هنا بقى للتويلت بتاعها، زي ما انتوا شفتوا حطت برضو من نفس المفرش اللي حطيته في المطبخ، حطت كده مفرش من تحت، وبعد كده جابت الستاند اللي هو ده موجود في ايكيا يا جماعة على فكرة، الستاند الابيض ده، وجابت الكنزي وحطت فيه الفوط كده، وزي ما انتوا شفتوا تنظيمها وترتيبها حلو جدا، يفتح النفس بصراحة يعني. هنا بقى الدوني، ودي حاجة حلوة جدا عجبتني، جابت الدوني بتاعنا عادي وحطته كده زي نظام في علبة كده او زي فانوس، وحطت الشمعة فيه، بجد بيبقى ريحته حلوة. طبعا لما الشمعة بقى بتسخن وكده ريحة الدوني بتطلع، لو الشمعة بتاعتك حتى مفيش فيها ريحة او كده، فعجبتني الفكرة، هبقى اجربها ان شاء الله. هنا بقى ده تنظيمها برضو للحوض بتاع المطبخ، كانت بتقول ان هي بتحط فيه مية سخنة وخل وبتحط كربوناته، وكمان في كيس كده برضو هي بتحطه فيه، بيخللها الحوض زي الفل، وبتشغل عليه المية السخنة زي ما انتوا شفتوا، بيبقى يعني بينزل اي رواسب بقى، لو في اي رواسب في الحوض او كده، مش بيخلي الحوض معنى اصح ان هو يتسد. هنا كانت بتحضر لفازة زهور، لان هم بيعشقوا الزهور وبيعشقوا الحاجات الحلوة دي. بصوا هي هنا كانت بتعمل أكلة أو بتعمل كده نوع من نوع يعني، بصوا هي جبنة حطت معاها كده تقريبا زيتون، أنا مخدتش بالي بالظبط بصراحة، بس هي أكلة حلوة يعني ومشهورة عندهم على فكرة، فحطتها في الفرن كده، ودلوقتي هتطلعها وهتوريها لكم برضو وهي في الفرن كده. بصوا بقى يعني شايفين الحلاوة بقى ما شاء الله عليها، جميلة خالص. اللي يعرفها يقول لي تحت، لاني انا بصراحة ما خدتش بالي منها. وهنا بقى كانت بتعمل فشار، الفشار بقى ده بصوا يعني، بصوا ده حاجة وهم كده، الفشار اللي بالشوكولاتة ده عايزة اقول لكم ان حلو جدا جدا، اللي ما جربوش يجربوا. هي هنا كانت بتكرمل اصلا الشوكولاتة، وبعد كده بقى بتعمل فشار زي ما انتوا شايفين بالشوكولاتة، فبيكون حلو جدا يعني فكرة الفشار على كل حال يعني، او اي حاجة الولاد بيتسلوا بيها، واحنا كمان نقدر نتسلى بيها في اي وقت احنا حابين نتسلى ونعمل تسالي لينا يعني. طبعا هي هنا كانت بتعمل فازة الورد، وفازة الورد دي انا جبت لكم اكتر من فكرة ليها، عشان تنظمي الورد او الزهور بتاعتك بتحطي اللزق كده زي ما انتوا شفتوا،
وبعد كده بتبتدي بقى تحط الزهور بتاعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده او بشكل عشوائي عشان تطلع معاها الشكل الجمالي اللي انتوا شفتوه ده. بس كده حبايب قلبي، يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون السيدة الجميلة اللي كانت معانا النهاردة تكون عجبتكم. اشوفكم الفيديو الجاي واسيبكم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.